النهارده دفاعيا وهجوميا. بيركامب اللي سقط بقى في نص الملعب بعد الطرد وبقى كليفرت لوحده راس حربه. ادي باتستوتا ولكن في الزحمه لازم يفتح بعرض الملعب، فعلا بيفتح ناحيه اليمين. ادي اهو اتعملت كويس قوي الاورتيجا وعايز يعمل 1 2 ويشوط، لكن الدفاع حديدي للمنتخب الهولندي من العمق، وكالعاده من ناحيه اليمين اورتيجا واحد على واحد ورقص وتاني من ناحيه اليمين ضربه جزاء، ضربه ركنيه، ضربه ركنيه. وادي فاندر سار رايح لاورتيجا بقول له انت بتعمل ايه؟ انا يعني انت رايح له ليه اصلا يا راجل؟ كارت احمر لاورتيجا، مش ممكن يعني فاندر سار الحارس رايح لاورتيجا بيقول له انت بتقع ليه؟ انت عايز تاخد ضربه جزاء. وادي الحكم احتك بيه بقى اورتيجا بفاندر سار، والحكم قال له اطلع بره واداله كارت احمر ليفقد المنتخب الارجنتيني احد اهم اوراقه. هو وجهه نظر شخصيه يا احمد، انا مختلف معاه تماما. انا شايف ان الكره فيها عرقله لان الراجل مرغم، يمكن احنا حجلنا الفرصه دلوقتي، استام فعلا حاطط رجليه وموقع الراجل خالص. على فكره عايز اسمح لي، يمكن بيمثل فيها هو اللي راح على رجل المدافع. شوف هو اللي ناطط ورايح له، لان المدافع رايح على الكوره رجله ثبتت، المدافع رجله ثابته خلاص، هو اللي راح عليه وبذكاء عايز ياخد ضربه حره. عشان كده فاندر سار اندفع وانفعل وراح يقول له حرام عليك اللي انت عايز تعمله، عايز تاخد ضربه جزاء ظلم. ولكن اورتيجا هو اداله على طول بدماغه بالروسيه في وشه، طبعا سلوك مش مظبوط. والحكم على فكره الحكم كان مطلع الكارت الاصفر عشان يدي لاورتيجا انذار لسوء السلوك انه بيتعمد الوقوع، ولكن تسرع اورتيجا وفاندر سار هنقول بذكاء نجح انه يعدل الكفه في عدد اللاعبين 10 ضد 10. اقول لك حاجه، طبعا ضربات الجزاء فيها راي الحكم هو الفيصل، ان انا شخصيا حسيت الحكم اعتبر ان سوء سلوك. شوف الموقف بالظبط اعتبر ان سوء سلوك من اورتيجا، انا شخصيا وضربه حره غير مباشره روح رياضيه هتقبل ديت، انما انا شخصيا